وغيره، وما أنت إلا من نسل ذاك العبد. السيف للحر، أما العبد فله الصوت. حجاج كليب، لا يكلمني أحد الآن، أرجوك يا أبي. ألا يعلم أمير المؤمنين ابن الزبير بالأمر؟ أمر هين، لا ضرورة أن يبلغ. أبعث بجند معك يسترجعون لك حقك. ليس حقي في استرجاع فرسي ابن صفوان، بل بعقاب من اشترأ على مائنا ثم سرق فرسي. لا عليك، اذهبوا الآن. هون عليك يا حجاج. في داخلي نار تطرم ولا تنطفئ. أيقال هذا في مكة؟ كليب، لا أرى أن عبد الله بن الزبير ينطق بهذا. إلى أين؟ أخرج إلى عتم هذا الخلاء لعله. خير لك أن تهجع ليلك يا حجاج، فيغسل الصبح ما بنفسك. أترى هذا يا أبي؟ ألم تهجعي؟ أطلت وقوفك في عتم هذا الليل، فانتظرت دخولك. أهناك ما يقلقك؟ أجل يا عبد الله، الحال التي أنت عليها منذ زمن. ما بها حالي؟ لا تكتم عني يا عبد الله، أنا أمك وأعرف الناس بحالك. قد لا أرى ببصر الكليل ما تشي به ملامحك، لكني أنفذ ببصيرتي إلى أعماقك فيفزعني ما يموج فيها. خلوتك التي تطول ليست خلوة لنفسي يا أمه، إنها وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى والناس الذين بايعوك خليفة وأميرا للمؤمنين. وهل قلقي وأرقي إلا لأجلهم؟ فلا تحتجب عنهم إذن، وقد فعلت في الآونة الأخيرة. خذ يا أحسان، اقرأ على أخوانك سورة فاطر، ثم أشرح وأفسر لكم ما استغلق عليكم منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير.
صدق الله العظيم. ما بك أيها المعلم؟ انصرفوا أنتم اليوم وتأتون في الغداء. يا حجاج يا ابن يوسف أيها الثقفي اخرج إلينا. من أنتم وماذا تريدون؟ جنود أمير المؤمنين ابن الزبير. أهذه الفرس لك؟ إنها لذلك الذي يقف عندها. فتقر بسرقتها؟ أقر بأنها ليست لي ولا أقر بسرقتها. أما أنبأكم ذاك الفتى كيف وصلت هذه الفرس لي؟ بلى، بأنك سرقت فرسه. بل استبدلت فرسي بفرسه لكي أبلغ بها داري، وقد بلغت. وهاكم الفرس خذوها. أنت تكذب. ويحك، انعتني بأي صفة إلا الكذب. وتجرؤ على هذا؟ سنرجع إليه، وإنك لا تعرف عقوبة السارق يا معلم الصبيان. هيا. يا ابن صفوان، تشغلنا شؤون كثيرة فتحدثني بصغائر الأمور هذه؟ أي وزن لنزاع بين فتية من ذهل ومعلم الصبيان من ثقيف فيما نحن فيه؟ هذا الأمر قد استدعى للخاطر ما هو أقوى منه يا أمير المؤمنين. وما ذاك؟ إنك لا تجد في ثقيف نفرا واحدا في جندك، ولا رجلا في مجلسك، ولا من يصطف وراءك منهم. هم قد انعزلوا في الطائف فلا وقع في نفوسهم لكل ما يجري. قبلت منهم هذا إن لم يصطفوا مع أعدائنا. إني لا آمن لهم. أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من ثقيف كذاب ومبير؟ يا ابن صفوان خلي عنك هذا، فإن صح ظني فإن الكذاب هو المختار الثقفي وقد عرفناه، وأخي مصعب في العراق كفيل به. فدع عنك أمر معلم الصبيان هذا، فلا شأن له يشغلنا به. هل بلغكم جديد من أنباء العراق؟ كليب، أتهجر ديارك لنزاع عابر؟ بل لأن هذه الديار لم تعد تتسع لي، صارت تضيق علي. وتعليم الصبيان، أنت محب له. كنت، إنما في النفس الآن غضب وسخط وحقد، وهذا لا يستقيم لهذا.